مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. طبعا هتكلم في حلقة النهاردة عن فعل الخير أو عمل الخير. طبعا عمل الخير من الأشياء الجميلة جدا جدا في كل مكان وزمان، وطبعا ربنا يعني وعدنا أو وعد كل من يفعلون الخير بالأجر والثواب العظيم جدا جدا، وكل من يفعل خير بيكون له مردود طيب جدا جدا على الفرد وعلى المجتمع بأكمله. طبعا يسعدني ويشرفني النهاردة ان انا معايا طبعا احد منفذي مبادرة الخير بمنطقة وادي حوف بحلوان وعمدة وادي حوف بحلوان، الاستاذ مدحت شحاتة اللي نورني وشرفني النهاردة. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مدحت، نورتني وشرفتني اهلا النهاردة. بحضرتك يا فندم، وانا الشرف ان انا قاعد معاكم في القناة الجميلة دي، وإن شاء الله بالتقدم والتوفيق دايما إن شاء الله. أنا طبعا عرفت إن حضرتك طبعا صاحب حملة ومبادرة الخير، وطبعا إن أنتوا عاملين ثلاجات وعاملين يعني حملة خير. بصراحة يعني أتمنى من جميع المحافظات إن هي تبقى يعني الفكرة دي تكون عندهم وتعجب. إيه بقى يعني إيه هي الثلاجات الخير اللي أنتوا عملتوها أو قمتوا بيها؟ أولا إحنا في منطقة وادي حوف، هي منطقة مقفولة على نفسها. عملنا جروب لينا لأهل منطقة وادي حوف، سميناه جروب أبناء وادي حوف الجميلة. كل أهل وادي حوف تقريبا اشتركوا معانا في هذا الجروب، وجت فكرة إن إحنا نقدر نساعد بعض من خلال بعض. ففكرنا ان احنا نعمل مساعدة ازاي، فجات لنا فكرة ان احنا نعمل ثلاجات الخير دي. كانت قابلتنا مشكلة ان احنا الثلاجات دي نحطها فين وازاي، عشان ممكن حد ياخدها اللي بيحصل يعني. المهم نقينا اتنين اماكن عندنا في وادي حوف، ناس افاضل من وادي حوف، الثلاجات محطوطة قصادهم تحت مراقبتهم 24 ساعة. تمام. ناس من زمان معانا في وادي حوف، ومن هنا كمان انا بشكر اولاد محمد طه اخويا هاني، وبشكر اخويا برضو مبروك ان هم حاطين التلاجات عندهم، وعلى طول عينيهم على التلاجه بصراحه هناك. بقينا نجيب الناس، الحمد لله تفاعلت معانا واشتركت معانا، وبقينا ان احنا بنملى التلاجات كل 3 ايام 4 ايام تقريبا بنمليها. طبعا التلاجات دي بيكون فيها كل يعني لحوم وجبن والبان كل حاجه بتبقى موجوده فيها، زي ما معروض على الشاشه كده. التلاجات موجود فيها كل ما يخص اي بيت من لحوم لألبان لكل حاجة، يعني أي حد محتاج أي حاجة يفتح التلاجة هيلاقي اللي هو احتياجه اللي هو موجود من الرز طبعا المكرونة. التلاجات المعروضة على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين دي حملة يعني مبادرة للخير تحت طبعا إشراف الأستاذ مدحت شحاتة. كمل حضرتك. فالتلاجات على طول الحمد لله بفضل الافاضل اللي موجودين في وادي حوف كلهم، لا استثنى حد خالص. تمام. التلاجات فيها كل الحاجه اللي موجوده من اهل البيت. ده في مره من ضمن المرات الاطفال بتوع وادي حوف، اولادي واولاد اصحابي والكلام ده كله، هم اللي تبرعوا ان هم ينزلوا يجيبوا الحاجه، وهم اللي مالوا التلاجات للناس اللي محتاجينها. طب ايه الفكره دي جت لكم امتى وازاي وايه هدفها مثلا؟ احنا الفكره احنا بصينا لقينا ان احنا بنحاول ان احنا نساعد بعض من خلال بعض، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع كاهل عن الدولة، حتى لو بحاجة بسيطة، ان احنا نقدر نساعد الناس ونرفع الحمل عن الدولة شوية في ان هي تقدر تعمل حاجة للناس دي، مطمع احنا نقدر بمجهوداتنا الذاتية نقدر نساعد الناس الغلبة دي بقدر الامكانيات المتاحة بالنسبة لك. طب هو في طيب مؤسسات واقفة معاكو، مؤسسات خاصة، مؤسسات حكومية، في مؤسسات معاكو يعني؟ هو حضرتك احنا عندنا في وادي حوف عندنا 3 جمعيات معروفين في وادي حوف، 2 جمعيات خيرية،
وجمعية الإسكان بوادي حوف دي اللي مسؤولة عن تنظيم المباني وتنظيم الشوارع وتنظيم الإنارة والكلام ده كله. الجمعية دي بقيادة أستاذ علي أمين واقفة في ظهرنا في أي حاجة بصراحة إحنا بنطلبها. تمام، عندنا في مؤسسة الحاج محمد النادي، دي برضو مؤسسة واقفة معانا في احتياجاتنا. كنت عايزة تمام، أسألك ايه المؤسسات اللي واقفة معانا معاكم في كده؟ ظهرنا بصراحة تمام. في أي احتياجات إحنا ما بنقدرش نعملها، هي بصراحة لا ما بتتأخرش. مؤسسة همسة خير، وربنا يشفي طنط عواطف، حسن حبشي، وترجع لنا بألف سلامة، برضو واقفة معانا في أي احتياجات إحنا بنحتاجها. تمام، هما دول المؤسسات اللي هما واقفين معانا. بنطلب أي حاجة بصراحة ما بيتأخروش علينا في أي حاجة. تمام. طب ايه تفاعل الناس معاكو، او هل الناس متفاعلة معاكو ولا لا؟ بصراحة الناس كلها في وادي حوف بدون استثناء متفاعلة. التفاعل مش لازم يكون تفاعل مادي، بالعكس احنا على الجروب عندنا لما بنطرح اي فكرة، انتوا عاملين جروب يعني؟ جروب اسمه جروب ابناء حوف الجميلة، ده خاص تمام بوادي حوف تمام واهل وادي حوف. تمام لما بنطرح فكرة احنا ما بناخدش القرار، انا ما باخدش القرار مع نفسي او قرار لوحدي، احنا مجموعة شغالة على الجروب دوت، ناس افاضل كلهم، كلهم ناس محترمين، ناس ليهم رأي وذو مكانة مقاما وسنا، بناخد رأي بعض وبعد كده بنطرح الفكرة على جروب ونشوف رأي الناس. اللي رأي الناس اللي بيتقال هو اللي بيتعمل، يعني أنا ممكن أكون متبني رأي معين تمام والناس قالت رأي تاني، رأي الناس هو اللي بيتعمل. إحنا ماشيين بهذا المبدأ، فعشان كده إحنا نجاح التفاعل والتفاعل بتاع تلاجات الخير وغير تلاجات الخير، لا بصراحة الناس كلها متفاعلة، وأنا بشكرهم من هنا بصراحة على التفاعل اللي هم عاملينه معانا، وهم مدينا سبورت ومساندة قوية جدا. طب وحضرتك انت صاحب الفكرة دي ولا يعني الفكرة جات لكم ازاي اصلا من الفكرة احنا البداية؟ كنا قاعدين مع بعض اصحاب بنتكلم، فطب يا جماعة احنا عايزين نعمل فكرة معينة نساعد تمام الناس ازاي. تمام اخويا محمد صبري طلع قال طب ما نعمل تلاجات الخير، نعمل فكرة تلاجات الخير. طب وانت حضرتك تلاجات الخير دي ايه ضمنك ان الشخص اللي بيفتح التلاجة بياخد ده مثلا شخص محتاج او شخص محتاج مساعدة او كده يعني؟ تمام، ما انا قلت لحضرتك ان التلاجات دي محطوطة قدام اخويا هاني واخويا تحت مبروك، مراقبة يعني، هما قاعدين وعارفين ان 24 الشخص ساعة اللي بيفتح. عارفين الناس اللي محتاجة. تمام ولو في حصل تجاوز من أي حد بياخد إحنا ما مش بنحرجه، بس تاني مرة بنقول له لا كفاية كده، في غيرك محتاج حاجة فمش هينفع إنك أنت تاخد المرة دي، أنت خدت المرة دي. عاملين لما حد بيجي ياخد حاجة في شنط حاطينها جنب التلاجة، بنحط له سكر، رز، مكرونة، بحيث إن هو ياخد وغيره يقدر ياخد. طب هل في مثلا فكرة مثلا أو في حاجة مطلوبة لاكتمال المبادرة أو مبادرة الخير بتاعتكم؟ احنا عندنا في وادي حوف تقريبا التلاجتين دول اللي هما هم اتنين بس؟ او ما اتنين، بس لانه حاطينهم احنا قدام اتنين، في واحده تالته هتنزل في منطقه جنبنا قريب، احنا تمام. خلاص خلصناها، في حد محترم تبرع بتلاجه. تمام، هنحطها برضو في مكان قريب مننا بحيث ان هي تبقى موجوده ومحطوطه. بالنسبه لتفاعل الناس، لا انا بصراحه انا شايف ان هم عاملين يعني كل ما في امكانياتهم، وكل حد بيقدر يعمل حاجه بيقدر يعملها بصراحه. طب انا في حاجة برضو حضرتك قبل الهوا قلت لي عليها، ان عندكو يعني انت يعني عملت ايه لمواجهة التكاتك عندكو؟ انا شفت ان انت حاطط لوجو على التوك توك من ورا برقم كده، اللي هو يعني من حيث ان سلامة المكان وسلامة الناس اللي موجودة في المنطقة نفسها يعني. قبل ما اتكلم في الموضوع، احنا كان عندنا ايه مشكله في الفكرة التكاتك. في اللوجو اللي على التوك توك من ورا مثلا؟ احنا كان عندنا مشكله في التكاتك، وكنا بنحاول ان احنا نوقف موضوع التكاتك دوت، لان بيحصل سرقات، بيحصل تحرش، بيحصل زي ما بيحصل في اي حته. كأمان كأمان بصراحه لجأنا، وانا برضو من هنا بشكر رئيس الحي بتاعنا المهندس هاني، راجل محترم جدا ومتفهم جدا كل الاوضاع. وايضا بشكر كتير جدا 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 سياده العقيد محمد بيم رئيس المباحث،
تمام. الناس دي متعاونه معانا جدا، واتفقنا ان احنا هنجيب التكاتك ونجيب كل توك توك بيقفوا مثلا على المحطه عندنا في اطار وادي حوف. خدنا بطاقه، معروفين يعني انت عارفينهم. خدنا بطاقه، طبعا خدنا بطاقه صاحب التوك توك، بطاقه اللي شغال على التوك توك، رقم تليفون صاحب التوك توك، التليفون بتاع الراجل اللي شغال على التوك توك، وصورنا التوك توك وعملنا استيكرات معينه باسم ابناء وادي حوف، وخدنا الارقام وحطينا الارقام على التكاتك عشان حتى الناس اللي تنزل من على المحطه تركب التكاتك دي، تبقى بحيث امان، بحيث حد نسي حاجه، حصل حاجه. طب انا كمواطن ركبت التوك توك وحضرتك حاطط على التوك توك لوجو تمام وبرقم، انا مثلا نسيت حاجه في التوك توك او التوك توك حصل منه تصرف غير لائق مثلا، ايه اللي عرفني ان التوك توك ده هو اللي عمل معايا كده؟ ما هو حضرتك انت هتعرفه، حضرتك هتعرفه ازاي من الاستيكر، من الرقم اللي محطوط على التوك توك؟ طب افرض ان انا كمواطن مش هحفظ الرقم، هركب وانزل مش هحفظ الرقم حضرتك اللي على الاستيكر. تمام. حضرتك اللي بيحصل بقى ان في ناس بتبقى مسؤوله عن الموقف بتاع التكاتك دوت، لما بتحصل اي مشكله احنا بنرجع لهم، حصل 1 2 3 4 تمام، وفي كاميرات اصلا محطوطه على المحطه، حتى لو حضرتك ناسيه انك انت ركبتي مع مين، الكاميرا بتجيب حضرتك ركبتي انهي توك توك من دول، نقدر نحاول نحل المشكله. تمام. ومن هنا كمان انا عايز برضو اشكر احمد علاء واحمد عصام، واشكر اشرف واشكر فؤاد اللي هم مسؤولين عن موضوع التكاتك، هم بصراحه ساعدوني في موضوع الاستيكارات دي. وعلى فكره في مرحله تاني برضو من بعض التكاتك ما كانش عملنا الاستيكارات، بناء برضو على تعليمات مهندس هاني ومحمد بيه مجدي، يعني ان احنا هنكمل بقيه الاستيكارات بنفس الاسلوب ده. يعني معنى كده ان اي توك توك مش عليه الاستيكر ده ما يدخلش المنطقه؟ بيجي هو طبعا في تكاتك بتيجي من بره تخش المنطقه بحكم ان المنطقه في مناطق جنب هنا تمام. ففي ناس بتيجي من بره بيخش التوك توك دوا، انا طبعا مش هقدر امنعه، بس بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل كنترول واعمل عنصر الامن شويه في وادي حوف، ونحل نحاول نقلل من اللي بيحصل نوعا ما. طب هل مثلا الفكره اللي هي فكره ثلاجات الخير دي، يعني الفكره عايده عليكم بايه؟ اللي هو انتوا فعل خير وانتوا عايزين تعملوا خير وبس، وكمساعده المحتاجين بس. هي الفكره كلها اللي عايده علينا ان الناس بتدعي لنا بتقول ربنا يبارك لكم عامه، وفعلا في ناس بتبقى فعلا محتاجه مش قادره تطلب المساعده. احنا عاملين التلاجات دي لكل اهل وادي حوف عامه، مش للناس اللي محتاجه بس. انا النهارده ممكن اكون اجي اخر الشهر انا مش معايا فلوس افتح التلاجه، انا كمدحت اخد وبعد كده انا هبقى اجيب. فهي التلاجه معموله لكل وادي حوف، ليست فئه معينه لحد معين، اي حد التلاجه دي بتاعت وادي حوف والاهل وادي حوف، كانها التلاجه موجوده في البيت بالظبط. طب مثلا في اعمال قمتوا بيها على ارض الواقع؟ بص حضرتك احنا في بالنسبه اي حد بيبقى محتاج اي حاجه احنا بنحاول ان احنا نقف جنبه، سواء غير الثلاجات وغير اللي انتوا عملتوا. يعني ممكن مثلا لو واحده كعروسه بتجهز محتاجه كده، انت ممكن أي تساعدوها؟ اي حد. يعني احنا لسه كان في حاله من حوالي اسبوع كانت محتاجه حبه حاجات في جهازها، الناس كتر خيرهم جبنا الحاجات دي بالجهود الذاتيه تمام. جبنا الحاجه دي ووديناها لها، اللي بنقدر نعمله احنا بنقدر نعمله. معلومه تاني، انا عندي في الجروب ممنوع منعا باتا اي حد يلم فلوس او نقود من اي حد، احنا كله شغالين جهود ذاتيه، اصحاب مع بعض وعيله مع احنا كلنا عيله مع بعض بنساعد. يعني في احيانا الناس مش عارفه تودي تعمل ايه في ثلاجات الخير، بنقول لها انزلي انت اشتري الحاجه وودي انت الحاجه للثلاجه بنفسك، او ودي الحاجه للثلاجه حط اللي انت عايزه، اللي بيحط ب 50 جنيه زي ال 100 جنيه زي 500 جنيه زي 1000 جنيه، محدش يعني كل حاجة. اللي موجود في الثلاجه كذا شخص او كذا فرد مساهم فيه، كل الناس بتحط في الثلاجه بتاعته ودي حفر. تمام، ده هي فكره كويسه جدا. اي حد ده، في ناس احيانا بتعمل وجبات، يعني مثلا بدل ما بيعملوا 5 وجبات بيعملوا 8 وجبات، ياخدوا الـ3 وجبات يروحوا حاطينها في الثلاجه لاي حد محتاج.
طب والله فكرة كويسة جدا. يعني أنا بصراحة أتمنى من جميع المحافظات إن هي اللي يعني اللي يقدر يساهم بأي خير، ده حاجة كويسة هو يعني. ده الهدف بتاعنا، ان احنا النموذج بتاعنا ده ان شاء الله يعني يا رب ينجح، تمام، ويا ريت يا ريت ان الناس كلها تقدر تعمل كل كده في منطقتها. اكيد اكيد هنيجي لو احنا كل واحد عمل بالطريقة دي او كل منطقة عملت الكلام ده، اكيد على فترة قصيرة مش هنلاقي حد محتاج في جمهورية مصر العربية. والناس طبعا متفاعلة معاكم في المبادرة ومتفاعلة معاكم في الجروب وفي كل حاجة. كل الناس بصراحة يعني مش عايز اقول لحضرتك كمية التفاعل وكمية الناس، انا في ناس بتكلمني من المعادي ومن مدينة نصر ومهندسين ومصر الجديدة عايزين يشاركوا في التلاجات دي. كويس. بصراحة احنا بنقول لهم طب ما تعملوا نفس الحاجة دي عندكم انتوا، يعني استفادوا، يعني مفروض. استفادوا، تمام. ولو محتاجين ان احنا نتبرع لكم بتلاجات، في ناس عندنا عندهم تلاجات وعايزين يتبرعوا بيها، خدوها ما عندناش مشكلة. لما جت التلاجات بقت زيادة عندنا ومش لاقيين أماكن، تمام، المرحلة الجاية ان احنا التلاجات دي لو في أي حد ما عندوش تلاجة في البيت وغير مقتدر، احنا هنتبرع بالتلاجة دي نديها له في البيت، لأن هي كده كده بتروح لأي حد محتاج الحاجات دي. يعني هي حملة مبادرة الخير مش يعني مش متوقفة على مثلا التلاجة اللي فيها أكل وكده في الشارع بس، ده انتوا كمان بتساهموا في جهاز عروسة مثلا محتاجة، طب واحدة مثلا محتاجة مثلا ما عندهاش بيت كده، انتوا ممكن تقدروا ان انتوا تساهموا معاها وتساعدوها. يعني احنا حته الحملة بتاعتكم مش مت يعني مش مش متوقفة على لا الحاجة دي خالص، بس. لا لا خالص خالص، يعني احنا الخطه بتاعتنا اللي جايه ان شاء الله ان بدون شاء مقاطعه الله. هنخش على الـ الناس المغتربات في الجامعات اللي هم إن شاء مش الله قادرين يدفعوا، هنحاول بقدر الامكان ان احنا تدفعوا برضو مصاريف نقدر نساعد. الجامعة. مش مصاريف الجامعه، هم حقيقة مصاريف المغتربات ايه؟ دول بيبقوا قاعدين في اماكن الجامعه، ففي ناس بتبقى مش قادره، ده طبيعي يعني ما فيش مشكله. فهنحاول ان احنا نساعد الفتره الجايه، تمام. احنا برضو في ناس بيجي لنا في اللي هي الروشتات المزمنه او الكلام ده كله، اللي هي الادويه اللي بتتصرف في باستمرار. أدوية فعلا مش موجودة في مصر، أنا بيجيلي كتير قوي على صفحة البرنامج إن مثلا في دواء مش موجود، أو خصوصا جاتلي على صفحة البرنامج إن واحد دواء الفيروس، دواء الفيروس ده بيبقى بيقولوا إن هو غالي جدا جدا وفي ناس محتاجاه يعني ما بيقدروش إن هم يوفروه كده. بصي حضرتك، هو احنا انا قلت لحضرتك احنا شغالين على حدود معينه نقدر نعملها، لو احنا نقدر نعمل ده هنعمل ده بدون تردد، سواء الامكانيات او الاتصالات اللي احنا نقدر نعملها. عندنا احنا برضو في نتبرع، حصل تبرع لناس غير قادرين وجابوا لهم كراسي عشان ما بيقدروش يتحركوا، زعاهات معينة فبيقعدوا، جبنا لهم كراسي، الكلام ده تمام. كله، بامبرز، أكل. الناس اللي عندها روشتات بتتصرف بصفة دورية، تمام. بنحاول ان احنا نصرف لها لهم مطامة مش قادرين يجيبوها، تمام. كل ده بنحاول نقدر نعمله في خلال المنطقة بتاعتنا، ونحاول ان احنا نساعد بعض، لان احنا في الاول وفي الاخر كلنا اهل منطقة واحدة. والله حاجة كويسة جدا جدا. أنا بصراحة الفكرة نفسها يعني عجبتني، وأتمنى من كل المحافظات وأتمنى اللي يقدر يعني يساهم ويساعد بأي حاجة بأي خير. يعني دي حاجة أنا بتمناها إن أي محافظة أو أي حد ياخد الفكرة طبعا من الفكرة اللي احنا أو من فعل الخير اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في الحلقة، حاجة كويسة جدا. يعني لما انت اللي يقدر على حاجة خير مثلا يعملها، يعني دي حاجة كويسة جدا. وأنا بصراحة فرحت قوي من ال يعني من ال ربنا اللي يخليك يا انتوا فندم، عملتوه، ربنا وفرحت يخليك. قوي ان انتوا حتى مش متوقفين على حاجة معينة، يعني مثلا ان انتوا تساعدوا الناس بالأكل بس، لا ده انتوا كمان يعني بتساهموا على قد ما بتقدروا، اللي محتاجة جهاز بتساعدوها، اللي اي حد محتاج حاجة، اللي عند كمان امان المنطقة بتاعتكم والتكاتك عاملين لوجو، يعني حاجة كويسة يعني من اجل سلامة وامان المنطقة نفسها. هو بصراحة بالنسبة يعني أنا بقول لحضرتك أنا بحاول يعني بشكر مأمور القسم عندنا مجدي بيه خلف، وبشكر محمد بيه مجدي رئيس المباحث. بصراحة الناس شغالة معانا، ولما بنحتاجهم في أي حاجة بصراحة بنلاقي الناس موجودة، وربنا يكون في عونهم طبعا. أنا فاحنا بنحاول فعلا إن احنا في المنطقة نحاول إن هي تبقى منطقة متكاملة ونموذجية لكل حاجة. أنا
اه اتفضلي. بشكرك جدا بصراحة، وبشكر كل من ساهم وساعد حضرتك، ويعني أنا بشكر كل اللي ساعدك وساهم في الحملة دي وساهم في مبادرة الخير. وطبعا حلقتنا خلصت، واتشرفت بحضرتك ربنا يخليك يا النهاردة فندم. ونورتني وشرفتني النهاردة، وبقدم كل الشكر وتقديري ليك. طبعا بقدم كل الشكر وتقديري للأستاذ مدحت شحاتة صاحب مبادرة الخير، ولكل من ساهم وساعد الأستاذ مدحت شحاتة طبعا بمنطقة وادي حوف بحلوان. بقدم كل الشكر وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال، وبقدم كل الشكر وتقديري للسادة المشاهدين. انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس.